السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. أول حاجة اسمحوا لي حيت ما كنعرفش أول مرة غادي ندخل شي لايف. مرحبا بك. مرحبا بك. مقبلة وأنا كنسمع ليكم كون باغازار كدوز في التيك توك. أنا براسي ما فهمتش شنو وقع بهاد الكمية الخيالية. إي جو بونس كاع الناس اللي كاينين هنا كيبغيو الزياش. وبغيت نسولكم علاش كتبغيو الزياش؟ نجاوبك اختي علاش كنبغيو الزياش. واحد فيكم يجاوبني. نجاوبك. زياش واحد اللاعب مغربي اللي خلاق وكبر في هولندا وفضل انه يمثل المنتخب المغربي المنتخب الهولندي وهضر على كاس العالم. لا غير صبري غير صبري اختي فاتي ما تقاطعينيش. فاش سولوه قالوا لي علاش اختاريتي المغرب؟ قال لهم اختاريت المغرب حيت هذاك البلد ديال الام ديالي وهذاك الاصول ديالي. فاش عاودوا سولوه مره اخرى قالوا له كنا رجع بك الوقت القديم واش عاود تختار المغرب ولا هولندا؟ قال لهم غادي نعاود نختار نعيش في المغرب ما نعيشش في هولندا. هاد الهضره صعيب باش يقولها شي واحد خلاق في الاوروب يقول على بلادو يكبر بلادو هكا. داكشي علاش حنا كنتعاطفوا مع زياش وكنبغيوه. اها ابار الكره ابار هادشي غير الموقف ديالو كافي باش الناس يبغيوه داكشي. لا وزياد على انت الا تلاقيتي الا تلاقيتي زياج ما ما ما, ما غاديش تظن كبلا ما تحس غادي تبغي تقول لي تبارك الله عليك وحنا كنبغيوك وانت ولد بلادنا وهزيتي الدرابو. كتوقع غادي ديرها ولا ما توقعش؟ بيان سور طبيعه الحال ولكن غادي نديرها في وقت مناسب. هكا صدفه غادي نديرها في شي وقت مناسب غادي يكون مجموعين عليه اول حاجه ديالو. اول حاجه فهمتك اخويا. انا براسي تصدمت من هذا الشيء اللي وقع ياك حيت كل واحد كيقول فيرسيون. من قبيله كنسمع الناس كيسبوني. اول حاجه انا ولدي راه طول من زياش دونك انا انسانه عندي ولدي انسانه ما كنبغيش نقول حياتي الخاصه مجوجه ماشي غادي نمشي عند زياش نمشي كندور به ولا ما عرفت شنو. انا كنتمشى في المول اللي كيعرف دبي مول غاده خارجه من دبي مول البريدج اللي كيدي لوتيل اللي هو ادريس داون تاون. دونك في هذيك الخرجه انا كنتمشى مع صحباتي هو كان قدامي حدايا في جنبي هكا انا كنهضر معاهم. ملي شفتو ما حسيتش براسي بهذيك الفرحه. ملي شفتو اش كنشوف انا كنشوف لا كوب دو موند كنشوف كاع هذوك الحوايج الزوينين اللي فرحنا بهم هو وبزاف ديال اللعابه المغاربه اللي كنفتخروا بهم واللي عيشونا واحد الحلم اللي ما كناش كنظنوا غادي نعيشوه هذاك العام. كاينه ولا ما كايناش؟ انا بكل احترام هو كندير لي زيكوتور مشيت عندو قلت ليه سلام ما سمعنيش كندير لي زيكوتور شويه قلت لا يمكن هو راه عايش في هولندا ما كيفهمش العربيه. وانا نقول ليه هاي هو يخنزر فيا. جو بونس كو انا السيد يمكن ما راش قاش ليه ولا ما عرفتش باسكو انا براسي تصدمت. انا ما مشيت قلت لي انا معروفه ولا تخيلت انا ناسي راسي واش معروفه ولا ما معروفاش ولا ما كانش. هذه هي الفكره. انا الفكره سي كو شفت واحد السيد اللي عيشنا واحد الاحلام اللي دوزت هذاك العام في كل ماتش بحالي بحال بزاف ديال المغاربه كنطيح الدموع وكنتعصب وكنغوت وكنبكي وكنفرح وبزاف ديال الاحاسيس عشناهم معاه ومع بزاف ديال اللاعبين ديال الفرقه ديالنا. اختي فاتي ممكن نسالك واحد السؤال اللي خليك اسمح لي وسمح لي بعجاله اخويا الصحراوي باش ما يمشيليش الله يحفظك باش ما ننساش. قول يا اخويا واش ما كنتيش كتشوفي باللي نفرض نقولوا ان هادشي صحيح ان زياش ما تعاملش معاك مزيان وداكشي. زياش في الاول والاخير كيبقى ولد بلادك واحد اللاعب اللي مؤثر وكيعرفوا بزاف ديال الناس وعلى ابواب كاس افريقيا وداكشي. انا نقول لك واحد القضيه انا كان خصك تقدري تبارطاجي المشكل عليك مع نجوم بحالك مثلا مع مشاهير. خليني غير نكمل لك ضروري زعما نصروا الغسيل. شوف انا نقول لك واحد القضيه يقدر هذا الشيء اللي درت راه غلط ما كنقولش انا هذا الشيء اللي درت صح. كنتاسف وفوالا اسف على اجتني حتى ديك ستوري كنتاسف وفوالا هادشي اللي كاين. شي خلطه سحريه كيفاش نمسحوا اللي كيسمعونا ديال لي باج جيسبيغ كو
تخلي الموجه تخلي الموجه تتسالي صافي تتبرد الراس صافي دابا اللي عطى الله عطى قدري تبرد صافي اللي عطى الله تقدري تبردي هذه الموجه هذه تبرديها انت عندك الامكانيه.